السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. طبعا زي ما احنا متعودين أستاذة روعة بتكون معانا كل مرة، بس هي دلوقتي جاية متأخرة شوية، بس احنا عايزين نتقدم لها بالشكر والاحترام بجد على إبداعها. هي بتقدم وبتفتح الفرصة لكتير من ضيوفها بالتألق بجوارها في الحلقات بتاعتها في عالم الجمال. هي صاحبة أكبر قلب وصاحبة أكبر سنتر في كل التخصصات. هي بتساعد أي إنسان وبتدخل لحياته البهجة والسعادة من خلال العروض اللي بتعملها، من تخفيضات، من مساعدة اليتيمات في تجهيزهم وتجهيز العرايس اليتيمات من الألف للياء بدون أي مقابل. أستاذة روعة جميلة وأسرة البرنامج كلها بتحبها وبتحييها وبتشكرها على الحاجات اللي هي بتعملها. وطبعا معانا ضيفة الحلقة دلوقتي أستاذة صفا حمدي الجميلة اللي من أهل الفيوم، اللي بيمتازوا بالكرم، بيمتازوا بكل حاجة جميلة. أهلا وسهلا بيك أستاذة صفا، خبيرة بروتين، وطبعا مسيرتها جميلة جدا، دلوقتي هتفيدنا بكل حاجة تخص البروتين والشعر. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أنا عايزة بقى، ممكن علي صوتك بس شوية؟ عايزة بس أسألك، بقالك قد إيه بقى في المجال؟ أنا كده بقالي 5 سنين في المجال، كنت ماسكة سنترين في الفيوم، وبقالي سنة بالظبط كده شغالة، يعني سبت المركزين وبشتغل بقالي سنة أونلاين. تمام. طب دلوقتي أنا عايزة بس أعرف منك حاجة عن الشغل اللي ظاهر دلوقتي على الشاشة ده. شغلك أنتي صح؟ آه. طيب احكي لنا عن الشعور دي، بس ايه الحاجات اللي كانت فيها؟ هو الشعر اللي قدامنا ده مصبوغ، طبعا كل الشعر المصبوغ بيبقى ليه مادة يعني معينة تستخدميها، وما بتغيرش اللون بتاعه، النتيجة بتاعته بتطلع. فين بقى مكان حضرتك في الفيوم؟ مكاني عند المرور في آخر شارع جمعية الرسالة. ده شغلك ولا حضرتك ممكن تطلعي أونلاين عادي؟ لا بطلع أونلاين عادي، بس اللي هو القريبين مني. تمام. أنا عايزة بس أعرف بقى منك إيه العوامل اللي بتساعدك في جلسة البروتين إن هي تنجح؟ إيه أول حاجة وإيه تاني حاجة؟ العوامل اللي بتساعد في جلسة البروتين جزء عليا وجزء على العميلة. جزء بيبقى قبل الجلسة، ان انا بطلب منها ان هي تقعد اسبوع ما تغسل، يعني تغسل شعرها بشامبو وما تحطش اي دهان. تمام. وبعد كده يوم الجلسة طبعا معنا اتصال، معلش بس هقطعك في الكلام. معنا ام فاطمة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبة قلبي. استاذة وفاء اهلا بيكي، انا مبسوطة جدا ان انا بشوفك والله العظيم. انا اللي مبسوطة بمكالمتك الجميلة، اهلا وسهلا بيكي. انا عايزه اكلم لو سمحتي استاذه صفا. ايوه اهلا بيكي حبيبتي. الو الو، هي معاكي؟ هي سامعاكي، اتفضلي. استاذه صفا اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. انا ام فاطمه لو فاكراني. طبعا فاكراكي يا حبيبتي. انت عملتي شعر بنتي؟ يا حبيبتي نورت. انا بشكرك جدا جدا جدا، انا شعر بنتي بقاله دلوقتي اكتر من 8 شهور وما شاء الله ما شاء الله ما فيش اي فيه اي تساقط ولا اي حاجه، وعايزين نعمل الجذور تاني. انا بطلب منك بقى على الهوا تخبطي لي بقى، انا قلت اما استغل فرصه انك طالعه على الهوا. انتوا تنوروني الاستغلال، وعشان خاطر الاستاذه وفاء النهارده ان شاء الله بنتك باذن الله فري، هعمل لها من غير اي حاجه ان شاء الله. طب خلاص، طب انا عشان عايزه معاد. طيب اتفضل. حضرتك قلتي هي عايزه ميعاد منك؟ عايزه الجذور، انا عامله لبنتي من 8 شهور. ان شاء الله هعمل لها احسن حاجه وهتطلع بنتيجه مرضيه وباذن الله. هي النتيجه الحمد لله ما فيش تساقط، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي اضرار حصلت ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا مواد مخصصه للاطفال وامنه تماما، ونتائج يعني ان شاء الله هتعجبكم. بخصوص متشكره قوي، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك بجد. عايزه بس اعرف منك حاجه كمان بقى، هو ينفع نوع بروتين واحد استخدمه لكل الشعور؟
لا طبعا اكيد، كل يعني احنا بنستخدم كذا ماده، كل مهم. شعر ليه الماده اللي تناسبه. يعني الشعر المصبوغ المتهالك ليه ماده مناسبه ليه، الاطفال ماده، وحوامل ليهم ماده بتبقى خفيفه وامنه تماما عليهم. يعني ينفع الست الحامل تعمل بروتين عادي؟ اه تعمل، بس اهم حاجه انا بفضل يعني بعد السادس تبقى في الامان يعني. تمام. طب شغلك بقى متخصص بالبروتين بس ولا بروتين وحاجة تانية؟ انا بقالي فتره كده دخلت الصبغه، خدت فيها كورسات والحمد لله يعني شغاله فيها كويس، وكل مدى انا باخد كراس وبطور من نفسي. يعني ان شاء الله قريبا هندخل تنظيف بشره وحاجات تانية، في مفاجآت كتير يعني للعملاء بتاعتي. طب ينفع بقى الصبغة مع البروتين؟ لا طبعا اكيد، المفروض الصبغه تبقى قبل البروتين، قبلها يعني اسبوع او اسبوعين يكون الشعر ارتاح واخد راحته يعني. وطبعا في الوان بتنفع قبل البروتين وفي وفي الوان ألوان بعد البروتين. مفيش. طيب ينفع تقوليلنا ايه أكتر حاجات صعبة في شغلك ده والمهنة بتاعتك؟ اكتر حاجة صعبة ان عموما يعني اكيد الواحد لا تحبيط من ناس كتير، والحمد لله واجه الحاجات دي طب مين شجعك بقى في ان انتي تواجهي بقى كل الحاجات دي، وخاصة ان انا عارفة ان حضرتك متزوجة يعني ومعاكي اولاد؟ اللي شجعني اكتر واحد زوجي، انا بحب حابه ان انا اشكره على الهوا، هو اكتر واحد دعمني ووقف جنبي. هو بيتفرج علينا دلوقتي، قولي له اي حاجة انت عايزة تقوليها له انا دلوقتي حالا. بقول له انا بشكرك جدا، وبشكر طبعا استاذه روعه ان هي ادتني الفرصه دي، وبشكر القناه وبشكر زوجي، وبقول له ربنا يخليك ليا. ربنا يبارك لكم في بعض يا رب، ومن نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. الله يبارك عايزة فيك يا بس حبيبي. اقول بس ان احنا معانا بنوتتها الأمورة. اهلا بيكي، اهلا بيكي. قوليلي علي صوتك يعني. اهلا علي صوت. وسهلا. بتحبي ماما بقى؟ ماما بتعاملكو حلو في البيت ولا سايباكو كده ومش مهتمة غير بشغلها بس؟ بتعاملنا حلو ومهتمة في مذاكرتنا. ومهتمة في شعرك. يا شعرها معمول حاجة؟ لا عاملينه بليز كده. ببليس عادي يعني. بجد انتي منوراني ومشرفاني. عايزاكي بقى، الشرف ليا. انا عايزاكي تكلميني عن تجربتك مع كل شعر، يعني مثلا كل عميلة قعدتي قدامها ايه الحاجات اللي كانت صعبة معاها؟ في احيانا عملاء بيبقى البشرة بتاعتهم حساسة، فدي هو البروتين ليه علاقة بالبشرة اصلا؟ لا، هو في عميلة بتبقى جاية خايفة على شعرها، فمتخيلة ان انا مجرد هتدوريها وكده. فمتخيلة ان انا مجرد يعني هي خايفة على شعرها، وطبعا حاطة في دماغها ان انا خايفة على شعري، متوترة وانا بعمل لها، خايفة فدي يقع. بقى انا في ناس بهديها فعلا الاول. بيقولوا ان البروتين بيعمل تساقط. لا، هي لو انا طبعا ده بيرجع للماده اللي انت شغاله بيها، تمام. فانا طبعا بشتغل باحسن ماتيريال موجوده، فالحمد لله ما فيش تساقط ولا حاجه. طبعا هي لما بتبقى خايفه على شعرها انا بهديها، وهي بتطلع من عندي الحمد لله مبسوطه، يعني بتشوف النتيجه قبل ما بتطلع. طب واحدة مثلا عملت البروتين تعمل بعديها بقد ايه تاني؟ ممكن تيجي تعمل بعد، هي ممكن تعمل بعد 3 شهور، بس أنا بفضل بعد 4 شهور. والجزء اللي هو معمول مفروض من تحت ده أنا بشتري له من الصيدلية مادة كده، مادة حماية للشعر، بحيث إن أنا بوزع المادة على الجذور بس، لو تمام. المكوة جت على الشعرية المفرودة بيحصلهاش أي حاجة، لأن هي محطوط عليها مادة حماية. طب تنصحي ايه بقى للبنوتات بقى اللي هم لسه طالعين بقى اعدادي وثانوي وداخلين بقى الجامعة والكلام ده، ان هم عايزين كل شوية شعرهم مفروض 24 ساعة؟ هو بالنسبة انا بلاحظ ان هم بيستخدموا السشوار والبليس والحاجات دي كتير، اه كتير هو ده جدا. طبعا غلط. المفروض ان انا برضو اريح شعري، ما ينفعش ان انا كل شوية اعرضه للحرارة. وبنصح برضو اللي هي بتعمل بروتين ان هي يعني زي ما هي اكيد دفعت مبلغ في البروتين، ان هي تشتري مجموعة العناية، لان في ناس كتير بتكسل ان هي تشتري طب مجموعة العناية، البروتين ودي ليها احلى من دور. البيبي ليس يعني؟ يعني هي لو استخدمت البيبي ليس كتير
هو ده اكيد غلط على شعرها، بس هي البروتين هي بتعمله يعتبر بتنساه سنة كاملة على ما الجدر بتاعه يطلع. لا الجذور المفروض بعد 8 شهور ان شاء الله بتطلع يعني. بتمن شهور بالظبط الجدر يطلع ويبان بقى الشعر ان هو رجع لحالته الاولانيه. طبيعته الشعرايه لما بقيت الشعر بيبقى مفروض بيرجع لحالته الاولانيه يعني، ولا بيبقى لا اتحسن شويه؟ هو على حسب البروتين اللي مستخدم، على هو حسب طبيعه الشعر. هو انا شايفه على الشاشه الشغل بتاع حضرتك اهو بجد جميل، وحضرتك نورتينا واسعدتينا واكيد استفدنا منك، وانا بجد بجد بحبك حب شخصي لان انت وقفتي جنبي في مشكله شخصيه وانا في الفيوم. شكرا ليكي. انا الشرف ليا ان انا قعدت معاكي والقناه استضافتني، واستاذه روعه بشكرها جدا. ربنا يبارك لك يا رب، وشكرا ليكي ان انت كنتي معانا ونورتينا واسعدتينا. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا ضيوفنا الجمال، اهل السمسميه، اهل الاسماعيليه، الناس الجميله، الناس المروح حلوه. ومعانا استاذه روعه جت الحمد لله، كانت متاخره بس جت. هنتعرف بقى بالضيوف بتوعنا الجمال اللي اسره البرنامج حابه تستضيفهم، لان برنامجنا بيخص كل حاجه جميله. معانا ميك اب ارتست نرمين رشدي، ومعانا خبيره عنايه شعر وبشره استاذه سمر مصطفى. اهل الاسماعيليه، اهل الاسماعيليه الجمال. اهلا بيكي يا رب. اهلا بيكي. اهل الاسماعيليه النهارده ضيوفنا. اهلا. ودلوقتي كل واحده هتكلمنا في التخصص بتاعها، تخصص الجمال وتخصص العنايه. وانا حابه اشكرك الاول يا استاذه نرمين على الميك اب الجميل الهادي اللي انت عاملاه لي ده. بجد تسلم ايديكي ومعاملتك رقيقه ومعاملتك جميله، مش انسانه عنيفه خالص. ودلوقتي الأستاذة الجميلة معاها دلوقتي الموديل. هتشرح لنا عليها ازاي بتنظفي البشرة، صح؟ تمام، خطوة خطوة. عايزين بس نقول ان أستاذة سمر معانا من بدري على فكرة، كانت بتحضر الموديل وهي محضراها، يعني هي بقالها تقريبا اكتر من ساعة شغالة فيها، فده تقريبا الخطوة قبل الاخيرة تقريبا. فاحنا في الخطوة هي مجهزة تقريبا يعني، فبس هي هتشرح طبعا هي عملت ايه خطوة دلوقتي. هتبدأي شرح واحدة واحدة. تمام. طيب هو اول حاجه طبعا بيبقى فيه غسول على حسب نوع بشرتها، بتغسل بالغسول كويس قوي، وبعد كده بنشف بشرتها بقطن فيها تونر، عشان برضو القطن برضو بتظبط الدنيا خالص. بعد كده ببدا اعمل سكراب فيه حبيبات، سكراب اللي فيه حبيبات قبل البخار، عشان البخار بيفتح المسام والحبيبات ما تدخلش في المسام وتعمل مشكله. يبقى السكراب دايما الناس بتحط بعض، لا انا بقول هو المفروض يتحط قبل البخار، عشان ما يبقاش فيه اي مسام مفتوحه تساعد ان الحبيبات تدخل في مسام البشره. بعد كده بنشيل خلاص السكراب بتاعنا ونبدا نعمل البخار ونفتح البشره على حسب كل نوع بشره. بنسيب البخار بالدقائق، يعني كل بشره بتحتاج حاجات معينه، يعني مش البخار ربع ساعه لكل حاجه زي ما بنسمع، يعني كل نوع بشره حاجه ليها عدد دقايق معينه. بعد كده خلاص بنبدا بقى نشتغل بالسكراب بتاعنا، سكرابر. سكرابر اللي هو الالتراسونيك، بنشيل بيه الدهون الموجوده في البشره والبثور البيضاء والسوداء دي، عشان نعمل تنظيف وانتعاش البشره يعني. بعد كده بقى بنبدا نتعامل، هنحط ايه البشره محتاجه ايه قدامنا، سواء دهنيه سواء جافه، كل حاجه وليها كل حاجه بتاعتها. كل بشره وليها المنتجات بتاعتها الخاصه لازم نتبعها يعني. تمام. دلوقتي هتعملي معانا ايه؟ احنا عملنا هنا الغسول وبعد كده السكراب، بعد كده فتحنا المسام ببخار، وبعد كده حطينا ماسك. طب لو عايزه تقومي تشرحي قومي اشرحي عليه، مفيش مشكله. هو في خطوه لسه ناقصه عشان تكمل الماسك ده الاخير قبل ما ندخل هوا. ماشي، اتفضلي. هو اول حاجه لكل عميله الاسبونج بتاعتها بتتفتح قصاد منها. تمام تمام، عشان برضو الناس تكون عارفه ان ايه في نظافه، ما حدش بيستخدم حاجه ما تروح حد. ما فيش حاجه اسمها يعني تعقيم، لا الاسبونج بتتغير، هي اصلا سعرها بسيط جدا، فهي الاحسن ان هي تتغير. طب في سؤال بقى، وحضرتك بتشرحي لنا كده، بيجي من البنات انهم بيروحوا لدكتور جلديه بسبب التساقط، وبعد ما بيستخدموا العلاج مفيش نتيجه.
دكتور جلديه. هقول لك انا، هي الفكره مش في الدكتور الجلدي او الجلديه، هو الدكتور بيعمل روشتتين بالطبيعي. اول العميله رايحه له او الكلاينت رايحه له بتشتكي، فطبعا هيديها روشته للعلاج. تمام. هو بيعتمد في اول روشته على الديتوكس بتاع فروه الراس عشان خاطر المشكله ممكن داخليه وخارجيه. هو بيعتمد في الاول عشان يعرف الداخليه لازم هيطلب منها تحاليل، دي روشته الثانيه. فالخارجيه الاول بيعمل ديتوكس لفروه الراس عشان لو المشكله من خلال فروه الراس نفسها. والروشته الثانيه اللي دايما البنات ما بتلتزمش بيها ان هي تعمل تحاليل. تمام. طب احنا تعبينك معانا دلوقتي على الهوا؟ لا مفيش اي مشكله، عشان طبعا ما طلعتي معانا الفقره اللي من كام حلقه كده بناء على طلب المشاهدين انك تشتغلي على الهوا، وهم طلبوا منك كده على الهوا. ماشي انا هكمل يعني برضه. معلش بس تحملينا لا شوية. ولا يهمك مفيش اي مشكله. هي الفكره ان التحاليل دي مهمه جدا، بس بعض البنات بتمسك ده في تحليل حديد، لا انا كويسه ما عنديش اي حاجه. لا، ما هو باقي التحاليل مهمه جدا، يعني في الغدد، في فيتامين د، كل ده بيعتمد لو نقص في الجسم بيبقى بيعتمد ان هو اول حاجه بيعمل تساقط، عشان التساقط اعراض مش مرض، هو بينتج من خلال مرض يا داخلي يا خارجي. هو اول روشته بتبقى بالنسبه له خارجيه، بيعمل ديتوكس لفروه الراس، لكن تاني روشته المفروض ان هي تبقى التحاليل هو بقى يشوفها ويقدر يحدد. هي الروشته الثانيه دي يعني 90% من البنات ما بيلتزموش بيها، عشان كده ولو التزموا بيها بيستمر التساقط بتاعهم، بيستمر التساقط لان ممكن تكون المشكله الخارجيه طفيفه جدا. احنا معانا دلوقتي صور شغل حضرتك ظاهر على الهواء، هتقدري تشوفيه دلوقتي وتتكلمي عنه اهو. لا ده في كورس كنا بنشرحه. هنا كنتي بتعملي برضو تنظيف؟ تنظيف بشره. دي الحاله دي كانت ايه؟ الحالة دي كانت عندها دهون شديدة جدا، تقريبا هي ما عملتش تنظيف بشرة قبل كده. هو باين يعني الحبوب عاملة تكتلات تحت الجلد متهيألي بطريقة غير طبيعية. والله هي فعلا ما حضرتش قبل كده سيشن تنظيف بشرة نهائي، ودي حاجة غلط جدا. لدرجة هي بتقول لي هي فرحها في شهر 4، كل البنات أقنعوها إن هي ما تروحش دلوقتي أصلا، أنت رايحة ليه؟ لسه فرحك بدري. لا غلط، ده غلط. انت بشرتك دهنيه، محتاجه ان انت باستمرار اقل حاجه كل شهرين، دي اقل حاجه. ده لو يعني عشان بس ما تقولش انت عشان ارجع لك تاني. لا، هي الفكره ان الدهون دي بتتكون على طول وباستمرار واحنا بنحافظ عليها، فاهماني؟ احنا ما بنلتزمش بغسول يومي. دي ايه؟ هي دي اعتقد نفس السيشن قبل، في صوره قبل وفي صوره بعد. طيب هي حضرتك ينفع تقولي لنا ايه الفرق ما بين بصي كده هي دي الديرما بلاننج، دي جلسه برضو تنظيف بشره وفيها ازاله. ايوه عايزينك تقولي للمشاهدين ايه هي الديرما بلانينج. بتبقى ازاله طبقه من جلد الميت، تمام، وبتبقى ازاله وجلسه برضو كامله لتنظيف البشره، بس بتبقى فيها يعني انا عملتها الخطوه واحنا مش على الهوا دي جايه عملها لنا، وكانت عندها فعلا مشكله في قشور البشره كتير جدا. الحمد لله الجلسه بتاخد منك قد ايه تقريبا في التنظيف البشره؟ ساعه ونص لساعتين على حسب الحاله، يعني في حالات ما شاء الله ما بتاخدش معايا ساعه وربع. طب ممكن تقولي لي سؤال بس هي ساعتين للحالات اللي هي صعبه زي ما قلت اول واحده. تمام. طب بصي في سؤال مهم بقى، اللي هو ايه الفرق ما بين او البديل بتاع الشتات او ماسكات العين؟ البديل في البيت عادي، احنا ممكن نغلي كوبايه شاي اخضر ونسيبها تهدى ونحطها في الثلاجه وخلاص كده، دي بقت كمادات. او بشر الخيار ونعصره كويس جدا وبرده هيتحط في الثلاجه ويتحط، دي كويسه جدا، حاجات بسيطه جدا جوه البيت يعني. تمام. ما اعتقدش ان في بيت خالي منها. طب انت هتعملي حاجه عشان عايزين نتكلم مع لا تمام انا هظبط. قبل ما تجهزي معانا الحاله دلوقتي يا استاذه ميرفت بقى عرفينا شغلك واهل الاسماعيليه. استاذه نرمين انا عايزاكي بقى تعرفيني ايه الفرق ما بين الميك اب بتاع الصبح والميك اب بتاع بالليل، عشان في ناس بيدخلوا كل حاجه في بعضها. اولا احنا نحب نتكلم عن الميك اب الاول بصفه عامه. تمام. ماشي. في بنات كتير جدا بيختلفوا في نقطه الفاونديشن او بيختصروا في النهايه ان هم لما بيجوا يحطوا على بشرتهم بيهتموا ان هو يعملوا كفر، ما بيهتموش ان البشره تكون طبيعيه اكتر، فاهماني؟ فده لازم ان هم يبقوا عارفين ان في فرق قوي جدا من انك تعملي كفر تغطي البشره كلها، وفرق من انك تعملي ميك اب. يعني انا ده بالنسبه لي، انا الميك اب بالنسبه لي ان انت البشره تكون واضحه وفي نفس الوقت مش عليها تكتلات، ما تحسيش ان في حاجات كتير كتير كتير
ما يكونش زي ماسك هي لابساه بالظبط، يكون بشره طبيعيه وهاديه عشان في نفس الوقت تعرف تتنفس. بالنسبه طبعا للميك اب بتاع الصبح، يعني البنات مثلا اكتريتهم طلاب الجامعات وكلام من ده، انا بحب تحط سامبلوك، في بعض سامبلوكات كويسه جدا فيها نسبه تان، تان ده يعني كريم اساس مختلط بيها في نسبه كريم اساس، وتحط معاها مثلا يكون فوندان بس يكون لايت، ما يكونش حاجه تقيله، تكون واضح شويه، ما يكونش مات، ما يكونش تقيل، يكون لايت ليكويد شويه، ويكون مخصص لبشرتها. وما بحبش ان البشره الدهنيه وهي خارجه الصبح بالذات البشره الدهنيه، يعني يا ريت بلاش تحط ميك اب قوي، لان هي اصلا بتلم تراب وبتلم حاجات كتير وميكروبات مع الميك اب مع الدنيا بتزيد. بصي تلاقي ابتدت بقى في خروم في الوش زادت، وفي خطوط في الوش زادت، في حاجات في الوش بتعلم بقى بتعلم فيما بعد تمام، بيسبب عجز بقى طبعا. بصي الميك اب حافظي عليه بانك لازم يوميا تعملي ريموفر للميك اب بالليل، لازم تزيلي الميك اب ده من على وشك. اللي بينام بالميك اب ده، ده اولا يعني بيدور على ان السن يكبر بيه بسرعه جدا، بيدور على ان التجاعيد توضح في وشه جدا، بيقلل من نسبه الكولاجين في بشرته خالص، بيقلل من حاجات كتير جوه البشره الداخليه. فهو المفروض بالليل قبل ما بتنامي بتشيل الميك اب من على وشك خالص، تحطي سيرام للبشره او اي لوسيون للبشره او كريم ترطيب بسيط وبتنامي، ده يفضل. ميك اب النهار لازم يكون سيمبل، يكون لايت على قد ما تقدري، يكون حاجه ناشفل بسيطه. زي ايه بقى يتحط ايه بالظبط؟ زي ما قلت لك، لو خارجه بره تحط سان بلوك طبعا عشان يبقى عايز الشمس بسيط معاها، وفي ناس هتحط في اقول اسامي منتجات بس انا مش حابه اشهر اسامي منتجات كتير. لا مش اسامي بس قولي مثلا تحط ايه، مثلا حاجات هاديه، تحط كونسيلر حوالين العين. وفي ناس يقول لك انا احط روج وماسكارا واخرج. تمام حلو جدا. في واحده تحب مثلا تحط سامبلوك وتروح حاطه روج وتحط بلاشر وتحط ماسكارا خفيف وتخرج، حلو جدا. وفي ناس تقول لك احط كحل بسيط، في ناس تقول لك لا انا عايزه برضو احط احس ان انا واضحه شويه او وشي واضح شويه. هو تحط سامبلوك بس يكون في نسبه تان، بيبقى حلو قوي، بيدي تفتيح للبشره درجتين عن درجه بشرتك، بيظهر طبيعي برضو. بيظهر ناشفل جدا، البشره بيبقى جميل جدا. وتحطي معاه كريم اساس خفيف لايت جدا، وبتخرج بتحطي بلاشر معاه، وبتحطي درجه روج لازم تكون يعني بلاش القويه دي يا جماعه، بلاش الدرجه بتاعت الصبح اللي هي الموف قوي او الاحمر او الدرجات الصعبه اللي انا بشوفها كتير دي بتبقى أيوة. صعبه خاصه في الجامعه وفي الشغل، انت طالبه جامعه يعني لازم تكوني كيوت سيمبل صوانه فاهماني. بالليل بتبقى حاجه تانية خالص طبعا، حسب المناسبه، حسب كل مناسبه بتحطها. معلش هقطع بس كلامك فضل. عشان معانا شيماء على التليفون. الو الو. ايوه انا شيماء، عايزه بس ممكن اتواصل مع استاذه روعه؟ اتفضلي يا حبيبتي، هي معاكي. اتفضلي. ايوه الو استاذ روعه. اتفضلي. ايوه اتفضلي. ايوه انا شيماء، بقيت دلوقتي ام وعد، فاكراني ام وعد؟ ايوه اهلا وسهلا. انا عارفاكي شيماء ولا عارفاكي ام وعد؟ لا انت عارفاني شيماء. طيب ماشي يا شيماء. بقيت ام وعد، هعرفك اكيد يعني. فرحي عملتي شغلي. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. سنتين تقريبا. انا بشكرك جدا، بصي يعني شغلك كل اللي شافه فعلا بجد اشدي قد ايه يعني، الشعر كان جميل جدا ويعني بجد، وهو مبلول وهو مكوي وهو في اي حالاته بجد تحفه وفي اي وضع. وكنت عامله لاختي برضو من حوالي 10 سنين، بجد شغلك جميل وتسلم ايديكي. عرفتك خلاص، يا رب دايما كده افتكرتك كده على طول. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا، ربنا يخليك. متشكره قوي ان انت يعني فاكراني ومتابعاني واتصلتي بيا. المكالمه. لا والبرنامج على فكره جميل جدا قوي قوي قوي، يا ربنا يزيدك يا رب ويوفقك يا رب تكوني بس بتستفادوا منه بجد. يا ريت. لا الله. بنستفاد بجد، انتوا بتقدموا مجموعه حلوه قوي يعني، كل مره بتجددوا، فبجد ربنا يوفقكم وينجحكم يا رب دايما. النهارده شغالين، النهارده شغالين على الهوا، النهارده شغالين على الهوا، شايفه استاذه سمر شغالتكم على الهوا اهو. شايفه. لا واستاذه نرمين هي اللي عامله لي الميك اب اهو، نعمل لكم ايه تاني؟ تسلم ايديها. لا بجد جميل، وقاعده انا شايفاها كمان بتشتغل كمان مع المودلز اللي هي جايباها. ما شاء الله. تسلم ايديكم يا رب، وربنا ينجحكم نجاح نجاح ان شاء الله وبالتوفيق. شكرا لاتصالك. معانا مكالمه ثانيه، معانا شهد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ممكن اكلم الدكتوره سمر؟ اتفضلي يا حبيبتي. هي معاكي يا سامعاكي. سامعاكي حبيبتي. بشرتي فيها نمش وهي بشره دهنيه. تمام. سؤالك. ايه السؤال طيب؟
والنمش بيزيد، انا عاوزه ليه علاج ولا اعمل ايه؟ دي علاج تصبغات النمش. طيب النمش بيزيد يعني كان عندك اصلا انت مولوده بيه ولا هو جه مثلا خلال تعرضك للشمس كتير كده؟ لا هو تعرض للشمس. طيب ما هو احنا بننصح بصن بلوك، بيزيد لان انت ما بتستخدميش صن بلوك، استخدمي صن بلوك والمفروض ان انت تبداي تعالجي التصبغات. في معالجات كتير للتصبغات بس اهم حاجه انت حافظي على الكميه اللي موجوده، يعني بلاش تزيد عشان نقدر نعالج اللي قديم. عشان تحافظي يبقى صن بلوك اساسي معاكي يومي وانت نازله في اي حته، حتى لو بتقولي الشمس بارده. هي انت سامعانا طيب؟ تقريبا لا. شهد، استاذه شهد شكرا لاتصالك جدا. نرجع بقى نكمل مع الضيفه الجميله. انا يلا بقى عايزاكي تكملي كلام عن الميك اب بتاع العين. تمام. والميك اب بتاع الليل بقى عامل ازاي؟ عايزين نعرف يعني مثلا انت شغلك يعني انت طبعا من الاسماعيليه. احنا طبعا مبسوطين جدا ان اهل الاسماعيليه منورينا النهارده. الله يبارك لك. ايه عايزين بس نعرف ايه شغلك في المكان ايه؟ يعني عايز اعرف شغلك في الاسماعيليه بالظبط ايه؟ اشتغلي مثلا اونلاين عندك مكان؟ لا لسه، بس هو انا اونلاين حاليا. اونلاين تمام. حلو جدا. بتريحي بقى العملاء اللي بيتصلوا بيكي؟ اكيد طبعا والله ربنا اعلم. طيب في فرق بين مثلا لو واحده في الاسماعيليه او واحده مثلا من بلد تانية مجاوره اتصلت بيكي مثلا؟ لا عادي بروح لكم. ما عندكيش اي مشكله؟ بسافر يعني. تمام كده. تمام. في اي مكان معانا ان شاء الله على طول. تمام. معلش المقاطعه بس معانا اتصال تاني. معانا ايات. الو. ايوه السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون معلش. ايات. حاضر يا فندم. كده تمام الصوت واضح؟ تمام ماشي. انا اولا بهنيكم يعني على البرنامج، وكنت عايزه ابارك لنرمين والاستاذه نرمين والاستاذه سمر، منورين بجد البرنامج ومنورين الشاشه. بنورك يا حبيبتي. وعايزه اقول لحضرتك استاذه نرمين من احسن واكتر الميك اب ارتست اللي بجد حبيبتي. الناس الجدعه المحترمه اللي ما بتبصش للماده اكتر ما هي بتبص ان هي الميك اب اللي تعمله للانسه او المدام اللي قاعده معاها او سي كان مين، ان هو يبقى مبسوط طبعا ومرضي وبتعمل احسن حاجه عندها، وهي ذوق جدا بجد في التعامل بتاعها. ممتازه حبيبتي. حبيبتي سلمين. واستاذه سمر نفس الكلام يعني في شغلها ما شاء الله عليها، وهما الاثنين بصراحه يعني يشرفوا اي مكان، وان شاء الله بالتفوق. انا ممكن اكون مش عارفه اتكلم يعني ومش عارفه اديهم حقهم، بس وصلت والله بجد. كل اللي انت عايزه توصليه والله. شكرا جدا حبيبتي. انا بشكر فيهم حبيبتي. تسلميلي تسلميلي آية. ايه رأيك في الميك اب بتاع المذيعة بتاعتنا؟ قفلت. هي قفلت؟ اتقطع. لا بجد انت ذوق بجد جدا في كل حاجة. حبيبتي ربنا يبارك. بس عايزين برضه نعرف من أستاذة سمر مكان شغلها. اونلاين برضه. اونلاين؟ وبتروحي برضه محافظات عادي بتسافري؟ يعني سكين كير صعب. عشان برضو يعني عشان بشرة أجهزة. بشرة صعب عشان الأجهزة. أنا عندي مخصصة أوضة ومجهزاها أجهزة وشازلونج، يعني حتى هنا مش عارفة أتعامل قوي لأن متعودة على الشازلونج ومتعودة على الأجهزة. يعني دي كانت حاجة صعبة أن أنا أنقلها بصراحة هنا. بس الشعر بروح في أي محافظة طبعا. تمام. نرجع بقى الأستاذة نرمين. معلش أنا عايزة بس أعتذر، الفيديوهات والصور بتاعت أستاذة نرمين يعني حصل مشكلة كده فمعرفناش نعرضها. كان نفسي تنزل بصراحة. يعني احنا غصب عن انما هي عندها فيديوهاتها وعندها كل حاجة، ممكن اي حد هيتواصل معاها هتبعتها له على الواتس او اكيد اكيد زي ما هيتواصل معاها. هي عندها كل حاجة يعني ما تقلقوش. بس كل حاجة حصل عندها مشكلة. الاستاذة هتنزل باذن الله على الصفحة الشخصية بتاعتي كمان. تسلميلي. احنا كان معانا فيديو استاذة سمر عشان هي برضو للشعر فكنا عايزين برضو تكلمينا عن الشعر، وعايزين استاذة نرمين برضو تشترك معانا في الحوار عشان انتوا تقريبا احنا تيم مع بعض. ان هو بيكمل بعض. احنا بنكمل بعض. الشعر والبشرة وهي الميك اب يعني. وبعد كده ما شاء الله الفيديو هيظهر دلوقتي معانا على الشاشة. استاذة نرمين برضو اتكلمت برضو عن البشرة، ان انت بتهيئي برضو البشرة. طبعا ده من اساس شغلها. تمام اكيد. فانت يعني هي شعر وبشرة، وانت بشرة وميك اب. هي اصلا عشان تعملي ميك اب لازم يكون في قبلها تنظيف تام للبشرة.
يعني انت لازم تكون في عنايه كامله للبشره عشان يديكي الميك اب اللي انت عايزاه. فاهماني؟ أيوة يعني اصلا في كتير جدا بيجي يعملوا ميك اب اوكي بس بتبقى بشرتهم فيها مجهده وفيها شحوب وفيها محتاجه تنظيف وهي عايزه دلوقتي طالعه المناسبه دلوقتي. بتعملي ايه لما مثلا عروسه بتيجي بتلاقي بشرتها بتاعي؟ هي بس استاذه سمر بس معلش على الفيديو بتاعها اشرحي لنا بس الحاله دي عشان عايزه اسال استاذه نرمين بس سؤالين كده. هي الحاله دي تعمل لها بروتين تمام وتجهز لها كويس قوي لان هي كانت عروسه و يعني يعتبر هم عمل عندي يعني هي يعني ومامتها واخواتها كلهم عمل عندي والحمد لله يعني. واللون طالع تحفه تحفه بجد. لا بصراحه هو اللون لون شعرها الامينه اه يعني لو انا اللي عاملاها اقول فعلا بس ده ما شاء الله لون شعرها ما شاء الله اه مامتها من اول الناس برضو اللي اتعاملت معايا والحمد لله يعني انا عندي عملاء مثلا معديين 10 مرات ما شاء الله خلال عدد السنين يعني عملوا 10 مرات بروتين مستمرين يعني معاكي عن العكس من المشاكل اللي احنا بنبص عليها او بنشوفها يعني الفكره برضو في الماتيريال اللي احنا بنستخدمه الحمد لله يعني. ممكن اعرف انت هتعملي حاجه للموديل تاني؟ لا خلاص انا خلصتها خلاص انا خلصتي. يعتبر مش يعني عامله كل الخطوات قبل البتاع ده انا خلاص كده نكمل بقى وقفلت البشره وكل تمام حاجه تمام تمام هنكمل مع عايزه بس اسال استاذه نرمين لما حد طبعا. بيجي لك بتجهزي البشره ازاي لما بتلاقي في عيوب في البشره كتير ودي عروسه كأنت ميك اب ارتست ولازم تعالجي البشره من غير بقى ما تقولي لها روحي الاستاذه سمر استاذه سمر مش موجوده مثلا دلوقتي لا يعني عارفه مثلا هي مثلا في المطارين العروسه هي عايز تتصرف هتعمل ايه هو فعلا بتحصل معايا كتير ان تبقى في كذا واحده جايه ومثلا يبقى فرحها خلاص اللي هو فاضل 10 ايام وحجزه متاخر واقول لها طب انت من بدري ليه ما حجزتيش عشان نلحق نعمل عنايه للبشره تقول لي ظروف وبتاع انت عارفه المصريين بيحبوا الظروف بتبقى كتير عندهم فطبعا انت لازم تتصرفي في وقتها لازم تعملي زي جلسه تنظيف سريعه خفيفه بسيطه وفي نفس الوقت انا بنصحها الفتره ديت اللي تبعد عن الصابون خالص اي كيميكال وتجيب غسول كويس لبشرتها وهي لما بتيجي لي وانا بعمل لها الميك اب قبلها لازم بقى بعمل بنظف البشره كويس جدا بخليها تغسل كويس جدا بشرتها الاول بغسول وبعد كده بعمل تونيك للبشره لو انت بتهيئي البشره بقى ان هي تبقى نظيفه معاكي وفي نفس الوقت هاديه اما بقى لو جات لي بشره دهنيه فانت لازم تحطي يعني قبل الميك اب دي حاجه معروفه لاي بشره دهنيه يا جماعه لازم تحطي اللي هو بنقول عليه اللي هو البرايمر اللي هو بتاع البشره الدهنيه مخصص للبشره الدهنيه البشره الدهنيه بالذات والبشره الجافه على فكره بتبقى مشاكلها في الميك اب بتبقى اصعب من الدهنيه على قد ما الدهنيه مثلا بتقطع بعد كده او ممكن بتعمل معاكي تبقيق او كده لان الجافه بتعمل غمقان في بعض المناطق وبتعمل زي قشور في البشره مش ظريفه فلازم تدي ترطيب قوي فانا بحبذ قبلها ان انا قبل ما احط كمان ما بحط البرايمر بحط السيرم برده بيبقى السيرم كويس جدا فعاليته قويه بيديني في خلال مثلا بيقعد على الوش ربع ساعه اقل حاجه عشان دي كده بتفرق معاكي في الشغل طبعا بصي خلينا صراحه كل حاجه بتفرق معاكي الغالي ليه على فكره في مكالمه شهد رجعت عايزه تسال برده استاذه سمر اتفضلي يا استاذه شهد الو السلام عليكم وعليكم السلام معلش يا دكتوره سمر اصل انت تسالك سؤال اتفضلي يا حبيبتي اسالي ينفع ان انا اروح لدكتوره امراض جلديه اه طبعا هما بيبقى عندهم برضو وسائل ازاله النمش والحاجات دي بالليزر وبرده عندهم جلسات يعني كل دكتور بقى على حسب تجهيزاته هو لل اصل انا بشرتي دهنيه مش هتفرق الفكره في الدهنيه انت الدهنيه دي نوع بشره ملهاش علاقه حضرتك عندك نمش او لا تمام الدهنيه احنا بنتعامل معاها ببروتين والنمش ده عايز علاج سامعيني ماشي يا دكتوره سما يعني أوه. لو واحده حامل عادي برضه تروح دكتور جلديه بقى هو على حسب النوع العلاج اللي هيحطه لك ماشي بس هو في ميزه ببرنامجنا شكرا لك شكرا لاتصالك جدا في ميزه في برنامجنا ان احنا اي ضيف بنطلعه بنخلي الرقم اللي نازل التواصل مع الضيف مباشره يعني انت لما اي حد هيتصل بيهم محدش هيسيبه على السويتش ولا حد هيقول له طب احنا هنبلغ الدكتور او هنبلغ المتخصصه او لا لا احنا هي بترد عليكي مباشره فاحنا عايزين عرض بقى كده منكم كده عشان خاطر حلقتنا معلش معلش قبل ما ناخد عرض بس هنطلع فاصل صغير بس وهنرجع تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل بالفقره اللي مليانه جمال ومستمرين مع ضيوفنا دلوقتي اللي وقع بقى دلوقتي حضرتك يا استاذه سمر قلتي ان انت هتكملي وهتحطي لها حاجه اخيره اخر حاجه هحط لها أيوة هي ايه
سيرم البشره المفروض ان احنا خلاص قفلنا البشره. طبعا لو في المكان هيكون في اجهزه بس خلاص احنا هنقفل البشره بسيرم وهنعمل مساج بسيط للبشره. تمام حضرتك وانت شغاله هنبدا هنستمر بس مع استاذه نرمين. تمام احنا عايزين بس نتكلم عن احنا دلوقتي في 2020 سنه جديده. تمام. بالوان جديده باشكال جديده بموضه جديده بكل حاجه جديده ان شاء الله. كل حاجه ان شاء الله سنه سعيده ان شاء الله. عايزين نتكلم عن الموضه في الميك اب 2020 ايه في تغيير ولا هو في تغيير بس يعني ما بيبقاش قوي يعني فاهماني يعني هو الجليتر والحاجات اللي هي كانت بتدي لايت قوي شويه ابتدت خفت في 2020 طبعا الالوان من الالوان الثابته اللي احنا بنحبها كلنا ومتهيألي مفيش حد ما بيحبهاش في الميك اب الترابيات من الالوان القويه الكويسه اللي ثابته معانا وبتثبت وجودها انا حطاها سيمبل بسيط لاستاذه وفاء ايوه اللي هي خفيفه عاملاها لها على بسيط خالص فلان ده لوك سيمبل اصلا يا جماعه يعني ده انت ممكن تروحي بيه مناسبه خفيفه تحضري بيه مناسبه خفيفه لكن مش لوك كعروسه او كده لا ده لوك سيمبل تحضري بيه بسيط سيمبل مش قوي هو جميل اصلا تسلمي لي حبيبتي الحواجب ليها موضه السنه دي العريضه العريضه نزل. العريضه والديل بناخد منه سنه يعني بيقلس شويه زي كده يعني انا هي الحواجب دي طالعه موضه جدا اللي هو العرض ده كويس قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش فاتحه وما تبقاش متحدده والراس بتاعت الحواجب ما نحطش عليها كتير تحديد حواجب ولا نحط عليها ماسكارا كتير تبقى سيمبل لان هي الراس هي كثافه الوش في الحاجب هي الراس بدايته زي ما بتقال يعني تقريبا اللوك اللي انت عاملاه مذيعتنا الجميله النهارده هو السيمبل ده ده طالع السنه دي هنخش تاني على الوان الترابيات وهنخش على الكشميرات طبعا هو الكشمير ماسك من السنه اللي فاتت ومستمر معانا بقوه بس الجليتر هيدي شويه ما بقاش حد كتير بيعمله الا مش قوي يعني نادرا هو والارواج القويه وانا عايزه اوضح حاجه في البنات انا بشوف بنات كتير بتبقى حاطه ميك اب فويل عين قوي جدا وتيجي تحط روج قوي لا بصي دي قاعده خديها زي ا ب حطيتي ميك اب قوي فوق عينيكي حطي روج سيمبل هادي خالص حطيتي ميك اب هادي فوق العين قوي الروج عشان ملامح الوش تبان عايزه بس من حضرتك نصيحه للبنات في الميك اب من ناحيه عايزه نصيحه في ايه بالظبط نصيحه تنصحيهم يعملوا ايه في وشهم او هم نازلين عشان يكون الميك اب بتاعهم ايه وكده بصي يعني انا احب البنت وهي خارجه ده يعني يعني انا انصحها بده تكون هاديه تكون على قد ما تقدر حاجه تانية الحواجب الالام بتاعه الحواجب الكتيره بتحط على الحاجب دي اولا هي بتعمل تساقط قوي جدا لشعر الحاجب على المدى فعليا بتعمل تساقط قوي تحط فيه شادوهات وفي حاجات بتبقى خفيفه بسيطه تتحط على الحاجب وتبقى ثابته ماسكاره حواجب صراحي حواجب بالمسكره بس برضو اهم حاجه كل ده بالليل قبل ما ننام لازم يتشال لازم يتشال جدا شكرا لك جدا عايزين برضو نصايح من استاذه سمر للبشره والشعر البشره والشعر طيب انا هقول الشعر الاول تمام بس بسرعه عشان وقت حلقتنا عشان عايزين من حضراتكم عروض طيب تمام الشعر مش لازم يكون الشامبو خالي سلفات الصوديوم مش كل ما هندخل ناخد شاور هنحط شامبو مثلا مره في الاسبوع حتى لو دخلنا 4-5 مرات حمام كريم ولازم يتبع الشامبو بلسم ده للشعر تمام والبشره البشره عنايه يوميه واسبوعيه وشهريه اليوم اعتقد كله حفظ اليوميه الغسول والصن بلوك واحنا ماشيين في الشمس وبالليل سيرم قبل ما ننام عايزين عروض بقى من حضراتكم انتوا الاثنين كل واحده تقدم لنا عرض عشان ننهي مع الحلقه قدمي عرضك الاول اقدم عرض طيب هو اول عشر بنات هيحجزوا بشره هو سعره هيقل يعني 50% تخفيض تمام وحضرتك 50% وعلى فكره سعر الجلسه معروف على الجروب تمام يعني هم اللي هتدخل الجروب وعارفه سعر الجلسه هتيجي بالظبط اول 10 الجروب بتاعك ايه طيب ما تقولي ايه طب حضرتك طيب يخشوا فيه الجروب هير تريتمنت اند سكين كير سمر مصطفى تاني طيب. ليه تاني على السريع هير تريتمنت طب حضرتك اند سكين كير سمر مصطفى هي هتقدم العرض بتاعها اتفضلي اوكي هعمل عرض ميك اب فري اوت فري اول ثلاثه هيتصلوا او هيحجزوا هعمل لهم الميك اب هيبقى فيهم واحده اول واحده هتبقى اوت فري خالص دي عروسه هتبقى بس عروسه تبقى مني فري خالص واول اثنين سواريه هيتصلوا برده اوت فري اما بالنسبه لفيما بعد هدي برده لمده هدي 50% عليهم تخفيض شكرا لكم جدا وبجد نورتوني وبجد شرفتينا جدا انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم جمالك مع روعه